السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واهلا بيكم معايا النهاردة في تجربة جديدة من تجاربي في امريكا. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على غسالة جينتكس، وشرحت لكم ازاي بتشتغل وازاي بوصلها، وشفناها ازاي بتشتغل. قلت لكم ان انا هقول لكم ازاي انا بحصل على احسن، يعني حاجة احسن طريقة للتنظيف من خلال هذه الغسالة. الغسالة الاوتوماتيك معروف ان هي ما بتنضفش زي الغسالة العادية، فانا احسن حاجة عملتها ان انا، يعني ده العيب اللي بيحصل في الغسالة الاوتوماتيك، ان هي بتبقى كبيرة جدا، فبنروح لمين كل الغسيل بتاعنا، ابيض على احمر على اصفر على اسود على كله مع بعضي، لان طبعا الغسالة بتبقى كبيرة، مستحيل هنملاها كلها لون واحد بس، فطبعا ده مستحيل، فبنحط الالوان على بعض، فبيحصل ان الالوان بترمي على بعض، والغسيل الابيض بالذات ما بيطلعش نضيف، والاحمر بيطلع مجرب شويه، حتى الاسود بيطلع فيه شويه حاجات كده بيبقى لونه يعني بيبيض كده بيجير، تمام. فانا الطريقه دي حتى بستخدمها من وانا كنت في مصر، يعني مش من وانا هنا. الطريقه هي ان انا بجيب الغسيل بتاعي وبقسمه الالوان زي ما انتم شايفين. عندي هنا مثلا اللون الابيض، الابيض، وعندي هنا برضو لون اللي هو الاحمر والبينكات والاورنجات، وعندي الغوامق هنا الاسود والجينز والزيتي، وعندي هنا برضو شوية حاجات لونهم كده بني، فبحطهم بالترتيب، يعني بحط بنفس المية، ما بغيرش المية، ممكن ازود المية لو احتجت او ازود مسحوق طبعا لو احتجت، ممكن كل غسلتين اروح مزودة المسحوق. بحط الابيض الاول وبعده مثلا البني ده، او لو عندك اصفر الاول اصفرات او اوف وايت، وبعده الاحمر، واخر حاجة عندي الاسود، تمام. بحطهم ورا بعض. طيب ازاي؟ هوريكم دلوقتي ازاي. انا دلوقتي اهو غسلت الغسيل الابيض، هي خلصت، ولما بتخلص بتديني رنة وبتطفي بالشكل ده اهو. الغسيل الابيض عندي والفوط مع بعض اهو، هطلعه دلوقتي في طبق الغسيل، هعصره كده على ايدي عصره خفيفه، مش عصر عصر يعني، هطلعه بس اصفيه، محاول اصفيه بس من الميه، واحطه في طبق الغسيل. هطلعه وهوريكم عملت ايه. اديني طلعت الغسيل الابيض في طبق الغسيل اهو، تمام كده عندي الغساله فاضيه وفيها ميه. هحط دلوقتي اللي هم الحاجات اللي لونهم اصفر او بيج، يعني احطهم اهو دلوقتي، وانا زودت مسحوق برضو، تمام. وهبدا تاني ادوس نفس العمليه بالظبط، بدوس باور وبختار سته، لازم تختاروا كل مره سته، لان انت لو عملتي ستارت على طول هيبدا لك من النورمال، النورمال اللي هو غسيل وشطف وكل حاجه، اللي هو البروجرام كامل معاك. عندك هنا هختار اللي هقلل اللتر، عشان اللي انا حطهم يا دوب ثلاث حتت مش حاجات، فهختار اختار ثلاثة او اربعة، ممكن ثلاثة اهو، اشتغلت على طول. هسيبها بقى تكمل زي ما شايفين، هو مديني 15 طيابة، هسيبه يكمل وهكمل بنفس الطريقة. هيخلص اللون البيج، هروح حاطة بعد كده الاحمرات والبينكات، وبعد كده هحط الغوام اخر حاجة، وبعدين هوريكم هعمل ايه في الاخر. دلوقتي انا رجعت بعد ما انا خلصت، حطيت الغسيل اهو بالشكل ده في طبق الغسيل، خلاص كده انا خلصت. دلوقتي خلاص وقته اني احطه في الغسالة وابدا اشطفه واعصره. لما باجي اشطفه بشطفه يعني كله مع بعض، مش بحط حاجة ورا حاجة، تمام. هحطه دلوقتي معاكم في الغسالة اهو. دلوقتي انا حطيته كله خلاص في الغسالة، هو اهو يعني مش مالي الغسالة، تمام. ودلوقتي هبدا اظبط الغساله بتاعتي على اللي هو ريزن اند سبان، يعني ايه اللي هو رقم 8، هو يشطف ويعصر، تمام. الليفل بتاع الميه خليه زي ما هو 5 برضو، او ممكن خليه 4 عشان ما تاخد وقت طويل قبل ما تعمل. وهدوس ستارت، طبعا لازم هتبدا اهي زي ما شايفين تعمل صوت انها بتسحب الميه، ولازم اقفل لها الباب عشان هتبدا بقى تشطف هي بقى وتسحب مع نفسها، وهتكمل تطلع لي هنا انها تاخد 28 دقيقه في العمليه كلها. 78 هي بتصرف الميه دي الاول، وبعدين هتدي هتنزل ميه تدي دور شطفه، وبعدين هتبدا في العصر.
بعد ما الغسيل يتغسل خالص هفرمه. ادي الغسالة عندي خلصت دفت الصفارة بتاعها، وادي الغسيل معصور اهو زي ما انتوا شايفين. احب اوريكوا الشراب الابيض، شايفين لونه بياضي اهو. و يعني احسن حاجة ان الحاجة بتخلقيها ناشفة مش مبلولة، يعني مجرد ما هتفرديها على المنشر اخر اليوم هتلاقيها نشفت معاكي. وميزة الطريقة دي في الغسيل انك لو عايزة تعملي اي اضافات هتعرفي تضيفيها، يعني لو الناس اللي بتحب تغسل الابيض مثلا في كلور ممكن تضيفي معلقة من الكلور او غطا يعني من الكلور على الغسيل في الاول، وتسيبي الغسيل الابيض فيه مثلا الاول تنقعيه في ربع ساعة ولا حاجة او 10 دقايق عشان الانسجة وتغسليه، وبعد كده عادي تكملي وراه تغسلي اي حاجة تانية مع تزودي المسحوق، مش هيجرى حاجة، الكلور مش هيبوظ هدوم. او ممكن برضو لو هو حاجة فيها بقعة تقدري تضيفي الشوت بتاعك على البقعة نفسها وتغسليها كذا مرة لحد ما تتأكدي انها طلعت، ده احسن كتير من الغسالة، لان احنا بنتحكم في الوقت بتاع الغسيل في يعني في الوقت اللي يعجبنا، عايزين الدورة ربع ساعة عايزين نزود ربع ساعة كمان، فدي افضل طريقة في الغسيل صراحة، وبالنسبة لي مدياني نتيجة مرضية جدا. وزي ما انتم شايفين اهو الغسيل قدامكم، دي الملاية دي لونها ابيض، الملاية دي عندي من زمان مش جديدة ولا حاجة، ليها سنين معايا والحمد لله، زي ما انتوا شايفين بيضها اهو قاعد زي ما هو، مزرقتش ومش مصفرة او كده، علشان انا دايما بغسل بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. وكنتوا سألتوني في الكومنتات على انا بنشر على ايه، انا صراحة ما بحبش الدراير، بحس ان الدراير يعني ما بتنشفش بسهولة، يعني لازم نشغل الدور كذا مرة والحاجة ما بتتهواش الهدوم، وكمان بتسحب كهربا كتير جدا، فانا بفضل المنشر. بس الدراير لو حابين تشتروه موجود، ده المنشر اللي عندي جايبه من على امازون، زي ما انتوا شايفين هو بيتظبط الطول بتاعه اهو، عايزة ترفعيه فوق عايزه تنزليه لتحت، انا جايباه في فتحات كتير، وعندي من تحت كمان اهو المكان اللي تحت ده للحاجات اللي هي الشرابات الاندر ويرز، وعندك الشبكه دي برضو لو غاسله شوز زي شنط تحطيها عليه. وانا شايف يعني هو في تقريبا 8 او 9 يعني حاجات ننشر، اماكن ننشر عليهم وغير مساحته الكبيره، يعني انا بنشر عليه ولو عندي ملايه او كده بنشرها عليه كلها، وهو وزنه خفيف في الشيلو في اللم ده شكله هو ملموم. انا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان لو حابين، لو مش عارفين اسمه او مش عارفين بيتباع فين، انا جايباه من على امازون، هو مش غالي، انا جايباه خفيف عشان خاطر الانتقال الكتير، كنت قلت لكم قبل كده ان انا بنتقل كتير فبحتاج حاجات تبقى سهله الحركه، زي ما شايفين اهو بعرف اشيله بايد واحده وهو خفيف جدا وعملي. ده كان المنشر اللي انا بستخدمه. دي كانت تجربتي النهارده، وكده خلصت كلام عن موضوع الغساله وموضوع الغسيل. يا رب يكون الثلاث فيديوهات دول يكونوا مفيدين بالنسبه لكم، وضفت لكم معلومه جديده، وما تنسونوش من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.